وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أهلا ومرحبا بك. بداية، حملة إعدامات جديدة ضد 7 معتقلين بتهمة الصلة بتنظيم الدولة، كيف ترى مصداقية القرار؟ أستاذ علي القيسي، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. هنالك حملة جديدة بإعدام 7 معتقلين بتهمة الصلة بتنظيم الدولة، كيف ترون مصداقية القرار؟ سيدي الكريم، العراق الآن يعاني انهيار في منظومة القضاء، وهذا ما أكدته المنظمات الدولية. نعم. عمليات الإعدام اللي تنفذ الآن هي عمليات قتل خارج نطاق القانون، لأنها لا تخضع لا لأساليب تحقيق مراعاة دولية ولا لمنظومة قضاء موجودة. المسألة الأخرى هي أن هذه القرارات الإعدام كلها توقع بتوقيع الرئيس. الآن الرئيس العراقي فؤاد معصوم يعتبر أكثر رئيس وقع قرارات إعدام بعد ستالين وهتلر. هذه حقيقة بدينا الآن نعيها وتعيها المنظمات الدولية. عمليات الإعدام اللي تتم الآن كلها عمليات قتل خارج نطاق القانون، والمعتقلين هؤلاء مختطفين ومغيبين قسرا، وهناك عملية مساومات على المعتقلين. الآن يتم الاتصال بأهاليهم ويطالبون منهم مبالغ خيالية أو يهددونهم بتنفيذ حكم الإعدام، وكل عمليات تنفيذ الحكم الإعدام اللي تندرج بهذا الإطار. أستاذ علي، يعني المنظمات الحقوقية عندما ترى وضع القضاء العراقي في ظل ظروف المحاكمات التي توصف بالصورية وفي ظل ما ذكرتموه، كيف يعني تنظر إلى وضع المجتمع الدولي فيما يخص القضاء العراقي، فيما يخص حقوق الإنسان في العراق، والعراق يتسنى منصب نائب رئيس اللجنة الدولية لحقوق الإنسان؟ كلنا نعلم من هي الجهات التي سعت إلى وضع العراق بهذا المنصب. نعم. الحقيقة الغائبة عن الكل أن هناك دعم أمريكي لما تسمى العملية السياسية التي تقتل العراقيين في كل الأصعدة والميادين، وكل ما يقال عن خلافات أمريكية إيرانية ليس له وجود وليس له حقيقة. الميليشيات وما تسمى بالحكومة العراقية تقتل العراقيين بدعم وبوجود مستشارين أمريكان حتى تشمل كل الوزارات العراقية. منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت في تقارير سابقة أن السلطات تصدر أحكام الإعدام بطريقة سريعة، بطريقة تشوبها الكثير من العيوب القانونية. ما هي العيوب التي تشوب هذه الأحكام؟ سيدي الكريم، أولا هناك يعني عدم وجود قوانين يعني تضمن للمعتقل حق توكيل محامي أو حق الاتصال بجهات خارجية. الآن المعتقل يتم عن طريق مخبر سري ويتم تلفيق التهم إلى، وسواء وقع أو لم يوقع هذا أمر مفروغ منه. التهم والاعتقالات كلها تتم على أساس طائفي، والاعترافات تنتزع تحت التعذيب، ولا توجد أي مصداقية لا للتحقيق ولا لمنظومة القضاء العراقي المنهارة. إلى أي مدى ترون أن القضاء في العراق يعمل وفق المحاكمة العادلة بحق، يعني في يعمل وفق ضمانات الحق في محاكمة عادلة الواردة في المواثيق الدولية؟ سيدي الكريم، بدءا الاحتلال أول ما أتى استثى أكثر من 700 قاضي. نعم. منظومة القضاء كلها في العراق تم استثاثها. بالمرحلة الثانية تم تعيين قضاة، كلهم قضاة على أساس طائفي، لا يمتلكون لا مؤهلات قضاء ولا شهادات. هذه حقيقة الكل يعرفها. منظومة القضاء في العراق، أكرر، هناك انهيار في منظومة القضاء والعدل في العراق على كل المستويات. والقضاء مسيس ويعتمد أسس طائفية. طيب، يعني الحل ما هو برأيكم إذا كان على العراقيين أن يقوموا بشيء؟ ما هو الحل؟ الحل هو يعني دفع هذا الملف أمام المنظمات الدولية، التأكيد على تقارير المنظمات الدولية، عملية الرصد والتوثيق، عملية رصد وتوثيق الأسماء الناس اللي يتسببون بالإعدام، كلهم سوف يأتي يوم يحاكمون
ويتم وقوفهم أمام القضاء آجلاً أم عاجلاً. رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي، كنت معنا، شكراً جزيلاً لك.